السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي؟ بتمنى تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد سوسو بتعمله. اليوم مش راح نقول حطوا اللايك لسوسو، حنقول حطوا اللايك لشوشو. طبعا الفيديو ها صديقتي واختي وحبيبتي شيماء طايع، كلكم بتعرفوا مطبخ شيماء طايع، هي اصرت وصممت انها راح تعطيني هذا الفيديو هدية مني ليها. طبعا انا ما كنت عايزه اخده لانه حاجه بتاعتها اقسم بالله، بس هي اللي صممت قالت لي والله غير انت اللي تحطيه عندك وتنشريه على قناتك. طبعا حابه اقول لكم كلمه، لازم كلنا نوقف جنب شيماء عشان تترجع عن قرار، هي ماخده قرار غلط. شيماء بتبيع، عايزه تبيع قناتها، وعايزاكم كلكم توقفوا جنبها وتقولوا لها لا يا شيماء هذا شيء غلط، انت تعبت فيها وبقالك اكتر من سنه بتصوري وتمنتجي وتعملي وتعرفوا تعب الفيديوهات وتصويرها ومونتاجها، اكيد تعبت فيها ومش هنخليها انه تسيبها، لازم كلنا نوقف جنبها ونشجعها. طبعا اليوم شي معامله لنا السمك الحلو دي النظيف، طبعا ننظف، احنا بننظف السمك بنحط له طحين، بعد ما ننظفه ننقعه بطحين وننقعه بليمون. طبعا اهم شيء الليمون والطحين لانه بيشيل الزفاره، طبعا ما بحطش خل، الخل بحسه بيضيع طعم السمك، وفعلا هو بيضيع طعم السمك. طبعا الطحين معروف انه بيشيل الزفاره. هنا كانت عم بتوريكم ازاي بننظف السمك وازاي طلع من ايدها حلو ونظيف. طبعا هنا معانا بابريكا ومعانا كركم ومعانا ملح ومعانا كزبره، كاني انا عم ببيع خضره. ومعانا توم، طبعا راسين توم كبار، وشطه شيماء حتشططها النهارده. ست الستات تسلم ايدها شيمو، بموت في اكلها، بحبه قوي، شكله من بالتصوير بيشهي، امال على الحقيقه يبقى ازاي. طبعا هنا بتقطع الفلفل او الشطه دي على طلب مدحت، اكيد الشطه دي. شيمو شاطرة بالطبيخ ما شاء الله عليها، يعني مهما اعمل عمري ما اعمل زيها، لا هي شاطرة ممتازة والله. انا بحب عمايلها قوي. طبعا هنا كتري بالثوم للسمك، السمك بيحب الثوم بيحب الكمون الكتير. طبعا احنا هندق الوقت الشطه مع الكمون مع التوابل، انت التوابل بتحبيها تحطيها، طبعا فيك تحطي كزبره، كمون، فلفل اسمر، شطه، اللي انت عايزاه، دي يرجع حسب ما تحبي انت. طبعا انا بحب اعمله بالكزبره والكمون والشطه والثوم زي شيمو كده، ونعصر عليه كمان ليمون. حطوا لايك لشوشو، اوعى تنسوا اللايك، اوعى تروحوا في اي حته، خليكم معانا للاخر. طبعا نجيب اسم من هنجيب بقى شويه من الدقه اللي احنا عملناها، طبعا مش هنحط الدقه كلها، مش هنعوزها كلها، الباقي نسيبه بالثلاجه. جميل مع الباذنجان المسلوق، جميل مع السلطه، بموت بالدقه دي مع الحاجات دي. هي نفس الدقة اللي بعملها للسمك، أنا نفس الدقة اللي بعملها للحادق الباذنجان. طبعا هنا عصرنا عليها ليمون، احنا بنجيب السمكة تقولوا لها ايه انتوا؟ نقصها كده عشان تشرب التتبيلة الجميلة بتاعتنا، نعملها عملية كده. كده فتحناها للسمكة، هنحشيها الوقت بعد ما نخلص. أستاذة شيمو ما شاء الله عليها، أصرت شيمو إن أخذ الفيديو، إن ما كنتش عايزة أخده منها،
طبعا زي ما قلنا كلنا هنشجعها عشان ترجع لشغلها وترجع لقناتها. حرام التعب دي تضيع على الفاضي. طبعا هنا بنحشيها كلها من جوه ومن بره السمك عشان تشرب الحوض. هنا كانت تقول لكم احنا هنعبي الفتحات دي دقه. حط لايك لسوسو، واخر شيء حط لايك لسوسو. ما شاء الله احنا السمك دي هنا عندنا بنقوله شبار، بس في حته تانية ما اعرفش انتوا بتقولوا له ايه ولا اسمه ايه، ما اعرفش. السمك دي في ناس بتقول له اسم غير الشبار بالمدينه، ما اعرفش بيسموه ايه. اللي هيعرف اسمه هيقول لي بالتعليقات بقى. تسلم ايدك يا شوشو، ما شاء الله روعه. انا اجي لك قريب يا شيمو، هنعمل فيديو انا وياك عندك. طبعا احنا هنا تبلناها السمكه كلها، حشيناها من جوه ومن بره وغطيناها، حسبناها شويه بقيمه ساعه عشان تشرب التتبيله. ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه. طبعا احنا بنجيب الخضره مغسلينها ومنطفينها. طبعا الخضره اللي معانا شبت، حامض، فلفل اخضر، طماطم، شطه. انا تعديت من شيماء، هي اللي عادتني. على طول بضل اقول كده، والله هي اللي عادتني الكلمه دي. طبعا هنجيب الصينيه وهنقطع الخضره. الصينيه دي بتاعتي، شيماء سرقتها مني. طبعا انا بقطع الطماطم، معانا قرن فلفل احمر كبير هنقطعه معاها، والفلفل الحار والبصل. هنا الشبت كمان بتقطع شيمو، مش عارفه ان كنت بهبد ولا هو شرحي مظبوط كده. تسلم ايدك يا شوشو، والله ما شاء الله عليكي عدله. وانا اقول طلع لمين، طلع لمين؟ تريني طلع عليكي. هنا معانا راس بصل كبير، طبعا كمان هنقطعه. وانا قلت لها بلاش يا سيبلبل، بلاش سيب الفيديو ليكي. قالت لك لا والله ما حد منزل الا انت. طبعا انا خرطت البصله وخرطت الطماطم والشبت والفلفل والفلفل الاحمر. طبعا هنحط كمان شوي من هتحط شوي من الدقه، انا لساني واخد هنحط على طول. طبعا هنا نحط بحدود معلقه زيت زيتون، معلقه اكل مش هنكتر. معانا هنا حامضتين او ليمونتين. ابو الكيس هاد منا حتى كيس الحمص جنبي، وغير تخربش بالكيس تخربش بالكيس شخط فيها. طبعا احنا عصرنا الليمون، هنقلب الخضره مع بعض، الخضار مع الدقه. شايفيني يا بنتي يا شيمو؟ مش عارفه انا صايره احكي كتير صح؟ معلش الفيديو اتكرر مرتين غصب عنا يمكن من التصوير. عطل فني عطل فني. بس الغلطة مش من عندي، من عندك يا شيمو الغلطة دي. طبعا انا قلبنا الخضرة، بسم الله ما شاء الله. لو تشوف الريحة كانت طالعة ايه، وصلتني من القاهرة للمنصورة، كانت الريحة روعة.
طبعا هنا نحط السمك على وجه التتبيله. هنحطه بالفرن اكيد طبعا على نار متوسطه، مش نار لا واطيه ولا عاليه، متوسطه عشان السمكه تستوي براحتها. طبعا نرجع لكم، وهون رجعنا لكم بعد ما خلص السمك. بسم الله ما شاء الله طالع بيشهي. ما دقتوش عشان اقول لكم الطعم لا يقاوم، بس هو شكله لا يقاوم. وبجد بجد تسلم ايدك حبيبه قلبي شيماء، وما نحرمش منك على الهديه الحلوه دي يا عمري انت، وتسلم لي الايدين الحلوين. بسم الله ما شاء الله. طيب لو عجبكم الفيديو بتاع شيماء حطوا لها لايك، واشتركوا لي بالقناه، وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. شوف بسم الله ما شاء الله طبخت لكم حتى الطبخه. هيك صار فيي، اقول لكم تصبحوا على خير حبايبي، باي باي. حطوا لايك لسوسو ولايك لشوشو.